معانا اول سؤال من الاستاذه فاطمه من اسكندريه. استاذه فاطمه. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه فاطمه، عندي لو سمحت سؤالين يا دكتور. اتفضلي. معلش لو سمحت. اول سؤال، انا كنت في الحج 2019 وحصل يوم الوقفة عرفات شتاء ورعد وكان حاجات غريبه كده. من كتر، انا يعني كان معايا ابني وجوزي، من كتر المنظر وجماله ورهبته اتصلت بابني هنا في اسكندريه عشان اوصف له. هل عليا وزن؟ لا، ما عليكيش وزن، بس انت لازم تبطلي الوسواس. ما توسوسيش نفسك، ما توسوسيش نفسك. ماشي. لان انا كنت في 2019، انا كنت في الحج برضه. والمنظر ده يملى الانسان لطف ورحمه وجمال واحساس بالرزق. من المنظر وجماله انا اتصلت بابني عشان يكون معايا. انت شاركتيه نوع من انواع الطاعه واحساسك بالفتح والبركه. كنت عايزاه يحس بده عشان لو كان يدعي في يوم عرفه، فده من باب التعاون على البر والتقوى وليس من الاثم والعدوان. الحمد لله. الحمد لله. السؤال الثاني، انا باخد معاش وليا مبلغ في البنك بيطلع لي ريع. فالريع ده انا بطلع منه لله وبعمل شمس رمضان والاضحيه، وزائد كل ده بدفع مصاريف مدارس ولاد ابني اللي هو مش مقدر منهم لعيلين من عنده. فهل ده صح؟ لا، انت سؤالك ممكن اعدله لك شويه. انت بتسالي هل ده يكون من الزكاه ولا لا، صح؟ هو كل اللي دخل ومرتبي كله طالع لله كده مع الادويه بتاعتي. طيب انت الفلوس اللي عندك دي بلغت النصاب اللي هي الموجوده في الشهاده؟ يعني بلغت ما يساوي 85 جرام ذهب؟ حاليا ما تجيبش النصاب. طب خلاص، ما انت دي مع الزكاه. لكن اللي انت بتعمليه ده صح، واللي انت بتعمليه ده لك ثواب عليه، واللي انت بتعمليه ده ربنا سبحانه وتعالى يزيد حياتك بركه ونور وفتح وتوفيق، فاللي انت بتعمليه صح. خلاص؟ ان شاء الله. ربنا يعني يفتح. اللي بديه لابني دوت يتحسب ايه؟ اللي بتديه لابنك ده صدقه برضه ولكنه هديه. خلاص؟ بس انا عندي كام كميه ذهب بصراحه، وقسمتها على عيالي في حياه عيني كده، بديت كل، انا عندي ثلاثه، بديت الثلاث ولاد. السؤال، انت معاكي ما يساوي النصاب؟ المبلغ لا، لكن كان معايا ذهب كتير. مالناش دعوه باللي كان معاكي، احنا دلوقتي انت وبتكلميني دلوقتي، معاكي ما يساوي النصاب؟ لا. طيب احمدي ربنا على ان ربنا مديكي هذه النقاوه في الصدر وهذه الفرحه وهذه السعاده، وريحي نفسك، انت في نعمه. نعمه ان ربنا سبحانه وتعالى جعل نفسيتك نفسيه كريمه ونفسيه بتقبل على الله سبحانه وتعالى، فاطمئني. وعيشي حياتك سعيدة وهادئة. سعيدة وإيه؟ وهادئة. ولا توردي أسئلة على نفسك ملهاش لازم. شكرا لك. عفوا لحضرتك.